بدأ حياته داخل قلعة كرة اليد الزملكاوية، فتعلم منها كيف يكون الأداء الرجولي والإصرار على الفوز وتحقيق البطولات والألقاب. سجل حضوره في العديد من البطولات وبات اسمه علامة مسجلة في الملاعب المصرية والأفريقية وأيضا العالمية. محمد رمضان الشهير بهتلر ولد في شهر سبتمبر من عام 84، وبدأ رحلته مع كرة اليد داخل جدران الزمالك وهو في 14 من عمره، فتدرج في مراحل الناشئين والشباب حتى وصل إلى الدرجة الأولى ليكتب لنفسه تاريخا داخل القلعة البيضاء. حصد هتلر مع الزمالك عدد كبير من البطولات، فسجل حضوره في عدد من بطولات الدوري والكأس بالإضافة إلى البطولات الإفريقية لأبطال الدوري وأبطال الكأس، فضلا عن 5 ألقاب من السوبر الأفريقي وبرونزية مونديال الأندية وعدد آخر من البطولات. انتماء هتلر الزملكاوي لم يمنعه من التألق خارج جدران القلعة البيضاء، فانضم إلى صفوف طلائع الجيش لمدة 3 مواسم حقق خلالها أداء جيد بالإضافة إلى موسمين ضمن صفوف المارد الأحمر، حصل خلالهما على بطولة الدوري والسوبر المصري ومركز 5 في مونديال الأندية، وذلك قبل أن يعود مجددا إلى الأبيض وتحت العلم المصري. يملك هتلر سجلا مميزا من المشاركات مع المنتخبات الوطنية، فارتدى قميص المنتخب في كأس العالم 2011 بالسويد والبطولة الأفريقية 2010 بمصر بالإضافة إلى بطولتين قاريتين خارج الديار. مشوار هتلر مع المنتخب لم يشهد تحقيق بطولات، ولكنه قدم أداء جيدا ومميزا كعادته، وأثبت قدراته من خلال أدائه الرجولي وقوته البدنية الكبيرة والتي ساعدته في إثبات ذاته وإمكانياته.